عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. سؤال يا شيخنا، ايه رأي حضرتك في المشايخ الدعوة السلفية والشيخ ياسر برهان؟ والله انا لا احبذ ابدا بان تشترك في اي جماعة ولا اي تنظيم، وان تأخذ العلم من شخص على علم لا يؤثر على توجهاتك لإدخالك حزب من الأحزاب. أنا مسلم وأنت مسلم، تمام، وياسر الشيخ ياسر مسلم، تمام، والشيخ حازم شمان مسلم، مسلمون. الذي يعلمك قال الله قال رسوله يشكر جزاه الله خيرا. الذي يريدك كالعبد عنده يوجهك كيف يشاء ويكون أميرا عليك لا تدخل أي جماعة من الجماعات. تمام. طب ورأي حضرتك في الدكتور ياسر؟ يعني أنا من هذا المكان ليس مقام رأيك في الدكتور فلان ولا في الدكتور فلان. لا أحب منه التعصب للجماعة ولا الدعوة للجماعة، ولا أحب الأحزاب. أنا رجل مسلم، الله قال في شأني، أمرني الله، قال ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. أما مسألة التعصب لجماعة أو الدعوة لجماعة، ولا بد أن يكون هناك جماعة ويا علماء جماعتنا، أو ليس هناك علماء إلا جماعتنا، كل هذا الكلام ممجوج ومرفوض. أنا مش بقصد الجماعة شيخنا، أنا بقصد أما هو كان في شرحه بس فقط. ما سمعت له محاضرة من زمن بعيد، كان من زمن بعيد يدعو إلى الكتاب والسنة وجزاه الله خيرا على ما قدم، لكن بعد التحولات لا أدري ماذا يدعو إلى ماذا يدعو، ولم أسمعه من 10 سنين تقريبا. تمام، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم.